السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله اكلمكم عن سيرم للبشرة من لوريال. طبعا السيرم ده مشهور اول يومين دول، سيرم جلايكوليك اسيد، ده المفروض لاشراقة البشرة من لوريال. اشتريته من صيدلية، سعره 275، موجود كمان اونلاين، بس انا حبيت اجيبه من الصيدلية اضمن، يعني عشان يكون اكون ضامنه ان شاء الله انه ما يكونش مغشوش او حاجه. فهو من لوريال. السيرم ده في منه، في مجموعه لوريال دي عاملين مجموعه الجلايكوليك اسيد، عاملين كريم نهار وكريم ليل والسيرم وغسول للبشره. الحاجه الوحيده اللي انا جبتها فيهم السيرم، عشان السيرم بيبقى اقوى حاجه في مجموعه الكريمات او اي مجموعه عنايه، اقوى منتج فيهم عاده بيكون السيرم. لو السيرم حلو ممكن بقى تجيبي بقيه المنتجات التانية، كريم نهار، كريم ليل، غسول بشره. فقلت ابتدي بالسيرم الاول اجربه واشوف هيعمل ايه في بشرتي. هو في 1% جلايكوليك، يعني طبعا ده نسبة قليلة جدا من الجلايكوليك اسيد. الجلايكوليك اسيد اللي هو بقى مسؤول ان هو بيفتح لون التصبغات وبيفتح يوحد لون البشرة، فطبعا النسبة القليلة دي بتدعمه حاجة تانية اللي هو نايسيناميد. النايسيناميد بيدعم الجلايكوليك اسيد في المنتج ده السيرم علشان يفتحوا لون البشرة او يوحدوا لونها او يفتحوا التصبغات. هو المفروض مكتوب عليه ان هو الاشراقة فورية، وان هو بيخفف مظهر البقع الداكنة ويوحد لون البشرة، ده اساسي هو المفروض بيعمله. انا بقالي حوالي شهر ويومين كده بستخدمه، يعني انا عديت كمان الشهر بستخدمه. هو المفروض طبعا للبشرة الجافة والمختلطة، مش عارفة الدهنية، انا اعتقد في وجهة نظري هو للبشرة الدهنية ممكن ما يكونش مناسب، لان هو بيرطب البشرة قوي. فهو مش عارفة بقى، انت لو بشرة دهنية انت بقى اللي تتخذي القرار ده، انا مش عارفة. لكن انا بكلمك من وجهة نظر انا كبشرة جافة، وهو بيرطب جدا وكمان بيسيب ملمس تلزيق كده شوية على البشرة. بقالي شهر ويومين بستخدمه، فهقدر اقولك عنه الوقتي تجربتي الكاملة عنه. اولا هو حمض الجلايكوليك فيه 1%، فطبعا نسبة قليلة. النايسيناميد المفروض ان هو بيدعمه، بس برضو مش قوي. هو السيرم ده مش قوي على تفتيح التصبغات ولا تفتيح البقع. يعني ايه؟ انا مفيش، مش هقولك في بقع في وشي وهو مفتح، لا مفيش بقع، لكن ايدينا بيكون فيها حرق، في بقع لازم الايد بيكون فيها بقع من لسعة بوتاجاز كده. فانا عندي هنا لسعة في ايدي، جلدي حساس فبيعلم بسرعة وبتفضل العلامة في موجودة، فلازم حاجة كريم يتفتح العلامة دي او يشيل التصبغات دي. فانا بجرب في الحتة اللي هنا دي، مكان لسعة الفرن ملسوعة، فعامل بقع بني كده بسيطة، مش بقع قوية. بقالي شهر كل يوم يوميا بدهنها نقطة صغيرة، ما تغيرش لونه، البقع ما تغيرتش لونها. طيب هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل، ابعدي خالص عن موضوع انه بيفتح بقع، هو ما بيفتحش بقع. من خلال تجربتي انا، عشان في بنات بيزعلوا مني لما اطلع اقول على منتج انه مش حلو او ما عملش حاجه، بيزعلوا مني مش عارفه ليه. انا بقول لك بمنتهى الصراحه تجربتي انا، مش معنى ان هو ما عجبنيش ممكن يعجبك انت، لكن في بنات لاحظت كتير ان بيدخلوا لي يقولوا لي لا ده المنتج ده، مثلا اكون بقول على حاجه مش كويسه يقولوا لي لا ده حلو، ده احنا جربناه. لا طب انا بقول لك رايي، ما انا ممكن اطلع اقول لك جميل وتحفه وهاتيه، لكن انا بقول لك رايي. هو ما بيعملش حاجه للتصبغات، ما بيعملش حاجه للبقع، يعني ضعيف جدا في الموضوع ده. طيب هو عمل ايه؟ هو بيدي ترطيب حلو للبشرة، بالذات البشرة الجافة. في حاجة تانية، ما بيعملش حساسية نهائي خالص، ما بيعملش حساسية. هو كميته 30 ملي، كميته كبيرة، بتحطي منه المفروض 3 نقط بتحطيه على وشك بعد بتغسلي وشك، قبل المرطب، قبل اي حاجة زي اي سيرم بتحطيه الاول على وشك وبعد كده تحطي المرطب اللي انت عايزاه. هتحطيه على وشك المفروض 3 نقط، يوم او يوم لا، وبعد كده لو عايزه كل يوم ما تستخدميه كده. ولو بشره حساسه، انا بشرتي حساسه جدا، فانا كنت بستخدمه اول ما جيت استخدمه استخدمت 3 نقط بس ودهنت كده وشي، كنت بقى خايفه بقى، قلت هيحرق وشي جدا، هيعملي تحسس، ولا اي حاجه، ما عمليش اي حساسية خالص. هو ناعم جدا على البشرة، ريحته من اجمل الروائح اللي انا بحبها، ريحته محببة جدا جدا بالنسبة لي، وهو كأنه بلسم لونه ابيض كده، لونه ابيض، بصوا هو كده عامل كأنه بلسم خفيف كده، يعني
لونه ابيض، ريحته تحفه، ريحته من اجمل الروائح، وريحته دي الحلوه دي مش هتعمل لك حساسيه في وشك، يعني اطمني من ناحيه ان هو يعمل لك حساسيه ما بيعملش حساسيه خالص. البشره الجافه هتحبيه جدا، بيرطب البشره كويس قوي، ممتاز لقبل المكياج. هم حتى كاتبين عليه ان هو اساس جيد للمكياج، هو فعلا رائع قبل المكياج. يعني ممكن تستخدميه كبرايمر، لو هتستخدميه كبرايمر ما تحطيش بقى برايمر مش محتاجه، ليه؟ هو بينعم البشره جدا، بينعم، بس كل ده تاثير وقتي، هو ما بينعمش البشره فتره يفضل بشرتك ناعمه، انت بشرتك بتنعم في لحظتها وهتغسلي وشك خلاص التاثير بيروح. يعني هو السيرم ده بتاع وقته كده وخلاص، هتحطي مكياج هيديلك شكل ناعم قوي للمكياج وشكل مرطب للمكياج، المكياج مش هيبقى مجير ولا حاجه. فهو ده عجبني في كده. هو عامل زي سيرم فيتامين اي، مش فيتامين اي سوري، سيرم بتاع ايفا بجزيئات الذهب، افتكرت سيرم ايفا بجزيئات الذهب، هو عامل زيه. انا برضو سيرم جزيئات الذهب بتاع ايفا بستخدمه كبرايمر، برضو بيرطب البشره جدا وما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيرطب البشره وبيخلي شكل المكياج حلو، بس كده. ايفا بجزيئات الذهب السيرم ده زيه بالظبط بتاع لوريال جلايكوليك اسيد، ما بيعملش حاجه ولا بيفتح ولا بيدي اشراقه ولا بيدي نضاره زي ما هم قايلين، عادي كانك حطيتي اي حاجه على وشك، حته كريم كانك حطيتي على وشك كريم، وقبل المكياج كانك حطيتي مثلا برايمر بيرطب البشره مثلا، او كريم حلو يرطب بشرتك حلو، بس لا هيفتح ولا هيشد البشره ولا هيفتح لك تصبغات ولا تجيبيه عامله حسابك ان انت هتحطيه هيديلك نضاره فوريه، ما بيعملش كده بمنتهى الصراحه، وده رايي. لو عمل معاك انت حاجه تانية انت خلاص، ده كل واحد حر في رايه، لكن انا ده اللي عمله معايا. طبعا طب هتقولي هتشتريه تاني ولا لا؟ هشتريه تاني في حاله لو انا عايزاه كبرايمر قبل المكياج، لكن لو عندي بديل ليه ارخص من 275 جنيه استخدمه كبرايمر، خلاص هستخدم البديل التاني. فاذا انا مش هشتريه تاني لان هو يعتبر 275 جنيه في حاجات ارخص منه وهتعمل نفس التأثير ونفس المفعول. هشتري بقية المجموعة ولا لا؟ اكيد كريم الليل مش هجيبه، واكيد كريم النهار مش هجيبه. الغسول ممكن اجيبه، لان ممكن الغسول يكون قوي شوية، بما ان غسولات البشرة بتكون عادة يعني بتكون قوية شوية وبتكون ليها تأثير احسن من المنتجات نفسها، يعني احسن من السيرم واحسن من الكريم، فممكن اجرب الغسول بتاع الجلايكوليك اسيد بتاع لوريال. لكن سيرم لوريال ما يستاهلش ال 275، لان هو بس ما بيعملش حاجه غير ان هو بيرطب البشره وبيدي شكل حلو للمكياج، وكمان بيرطب البشره بشكل وقتي وبيدي نضاره للمكياج، مش بيدي نضاره لبشرتك انت، يعني بيخلي المكياج شكله حلو، ما بيعملش حاجه اكتر من كده. وهو ده كان رايي النهارده في لوريال جلايكوليك اسيد سيرم، ما بيعملش غير ترطيب وبرايمر بس قبل المكياج، حلو بيخلي شكل المكياج حلو، ما يستاهلش ال 275، ما يستاهلش تجربيه من وجهة نظري انا. وان شاء الله اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والفولو على الانستجرام. وميرسي ليكم، باي باي.